بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي لبا بقول لحدني أفراد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جرين، باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. حباب هاي استحباب دخول مكة من الثانية العليا تعليس لتعليا هاي أما لتعليس شرعا إن مكة قالوا كرين تكوري أما تشير تكوري الثانية العليا مركا لغا صوبحا هاينا والخروج منها من الثانية السفلى جدك هوسا لغا صوبحا ودخول بلدي قبلت كسو صفرتي قريدي سيبو بابي هاي إن لسنيه من طريق غير التي خرج منها بلد كات كسفرتينا وددي اد كسفرتي ودان اهي مكات سو لابانيسيت سو نقونيس ان اد كسو غشه بلد كادي ما كان ودد كغلي مكات كبخايسنا ود كلات كبخي بلد كات كسفرتي وحا سنة وددي اد كسفرتي ود كاله ان اد سو قادنتي سورة غشو. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا ابي ابينا وعبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما كان النبي وحوى يخرج كي كبحة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. كان صلى الله عليه وسلم يخرج النبي وحوى كبحة كرمركم مدينة كالصفرة أيوه من طريق الشجرة قيد كالشجرة قيد قرعة أما يدنك وحوى تقانان قلول قيد أك وضوء كيا لو ذا الحليفة وضوء ذا الحليفة مرتة طريق الشجرة الليل هذا. كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة مدينة مكو كبح نبي كبح شري من طريق الشجرة قيد كوددي سام قيد وددي هذا ويدخل مدينة سوق اللي جري مركو مكاكس ولا ابطو من طريق المعرس وضوء معرس الليل هذا هذو صون غون ايانا ومكاكس ولا ابطو مدينة سوق اللي ايانا طريق المعرس بكسو قال جري مدينة هدون مدينة كسفر أيانا طريق الشجرة اللي يرادوك كبحجر وكسفر جر. وإذا دخل مكة وإذا أراد دخول مكة نبي مركو دون مكة إنه قالنا دخل من الثانية العليا كرين تكوري أيو كقري جري أما جير تكوري التي بالبطحاء وهديقنا محصب لي أما بطحاء ومكة قوة كؤة دن جير تيسي وذلي يسوي الحجون هذا والا إذا هذا وذكرنا إيسان طريق الحجون ويخرج وحكب حجري مكمركم من آذهي أما وكن قنها يبدل كيسي يمدينه من الثانية السفلى وضده سأما تشيرته سيقو ولي هاي يكب حجري محل الشيطان وحاوي وضده كسو قشموين وضده كلي إن أتكب حضه. وحدثنيه الزوي بن حرب قال حدثنا محمد المثنى عفوا ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن حفص بن عاصم بن عمر العمري بهذا الإسناد عبيد الله عن نافع عن عمر بن يوها سند. وقال في رواية الزهير رواية الزهير وحيلي العليا من الثانية العليا شيرتكورو كسو كرنتكورو كسو قري شري التي تصب بالبطحاء ماشي اللي قلتها البطحاء بطحاء مكة ميل نيس يدح لها يدو كداعي شري ويقعد واسكبا باي ومكة وادي مكة. وحدثنا محمد المثنى وابن ابي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان قال المثنى سوي حوري حدثنا سفيانو موسى أرني عن ابن عيينة اي مقعي وذات كشيغي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة نبي مركم مكيم دخلها مكة وحكالي من على حق هذا الصري يضاك الله وصيصو دنك كروك قيمد dan kan biyo daadana u deexana marka dambo ka baxay ilaan markuu meesho meel qowtahay magaalada meel ay buuro ku taalo dhanka biyo u socdaan ee biyo qulqulaan ba dhanka hoosa dhanka kore ka yimaadaan ay xaga qawgay iga rada jirtay dhanbacyadana waa dhanka sare dakhalaha min aalaha xaga kor ka soo galay wa kharaja wuxuuna ka baxay min asfali xageedo hoose. حدثنا أبو كريب بن محمد ابن العلاء القشيري بوجيدا حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح سنة كفر الشذا ينوغ مكة قالي
من كدائن بوكا قالي جيرت اللي هذا من أعلى مكة كتالة من أعلى مكة توكا قالي يعني كداء يوحينو قاري دونا كدن لبضا بوانو قاري دونا مركدان كهوسانا جيرت كتالة كدا اللي هذا أما كدا مدى كورانا والا مدايو مد بيلي هذا كدائن أيال الأخرية إذن سند كي ونبي وفرتي سيديدات هي سند كي حج كبا اي طبنات لبضو بحق صاري أي نبي مكة كسوق قال مرك بحينا حقه السوق بحجيت كوس دخل دخل عام الفتح سنة كفرشة نبي مكة وحقه قال من كدائن شيرت اللي راده ومن أعلى مك من أعلى مكة مكة كرك هذا كنت الله ما حق هذا كروك قال كدا مركة والثانية العليا هذا إن زوم رينا وكنت الله أعلى مكة كنت الله هدي كدا اللي راده مركة لما ذنة وأسفل كمده هو سيسوي قال هشام وحجري فكان أبي أبي عروت من زروحها يدخل مكة يدخل مكة كيجلا منهما أي من الثنيتين لبضة شيروت بأما لبضة كرين جابا تكورية تسربا توصية تسربا كليهما ودجير كدوا كجري شر لبضة وكجري شر نبي يقول لكن تكورنا وكسو جري شر تهوسنا وكبيح شر لكن أبهي عروة وحد عجر تقول لبضة وين وكسو قالوا تهوسنا وكسو قالوا مكو تكسرنا وكسو قالوا وكان أبي أبهي وعهابه أكثر ما يدخل من كدائن ساسا إنودغان عند البخارينا وحاكو يمد وكان أبي أكثر ما يدخل من كدن من كدن أو أن لمدين أن لمدين طيب لابد وكسو قلت شري وحان أبض نيد وكسو قلو من كدائن أو سيدة في عناية هذه النبي ويالي شريئة إلا نبي قلت شيرت كوري أما قو قدن كيسا كورو كسو قلت شري تاسور مركا إنو أبيه لابد وكسو شريئة أيا رواية البخاري وحاكت وكانت أقربهما إلى منزله أقربهما إلى منزله هذه اللي عروا محو نبي وخلافة ميشو حسين نبي وكبح شري محو أقصو قلي حول هشام أباه جورجي سيود ويد جورجي حروة يحكي لي شيرتن هوسي جابن أكتيس يحكي لي مركو حوش على إنه قصو قالوا كدمنا جورجي سو كنا استكوك قبل استكدمنا ومركز أعماشي سكالي أوسي بالله مركا جريتان كو قصو قالي كدا أما كدا وقصو قالي وتيل لقى بحهاي عذر درب ولا هاي وحاول جورجي ساس رأو ساسو سمين شري على يتحال نينك النبي وقضينا عليه الصلاة والسلام لبضى وضبها دوالا يغانا ما عيوه دبا كقورا إلى أمن كان طيب مركوا كسوا قلي كرتا أظن النبي وقضينا عليه الصلاة والسلام ساسا أجر كيه ليسا أضي تاكوسوا رقلوا ويدو رنك مركا كو سهلا أما حق هوسا أما حق سرا واحد بان بلها محال الله السمييو النبي سيدا أوي يلي وتصرنا وقصوا قاتوسنا وقبحي معاني بضان يقوال بضان بالشيغا وحاكم ذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركم مكسوق علي حجيني أما بيتك وديسها يي تير تكرنا وكسوق علي تهوسنا وكبحي مركم بحاي معناها والله الشيغا وحكى الله الشيغا تعظيم باكوتشرا تعظيم باكوتشرو يعني إن دين تنظر سريس بيتك لها اللويني كرنا الله قادو يا ماشى سر لقصو كريا ماشى هوسنا لقبحايا ومعنى ذو حاوي نك الدين كسوق له هينا واصر ريا ككبح هينا هي وهو سياوي مركز سوق جديدة أي كقيمة بنسيده وكبحت مكان لا سوق لين لقى بحتة قيمة بلا إن لا سوق لا قيمة بلا إذن سوق جديدة لا سر ريسين يا يو قعنت سر لسين يا بحتان كنا وهو سبالورد جيا معنى بدن بودو شجعان لكن نبي قم بايلي معناه هو يسقى قرن يا لكن فتح مكة أيضا إن العلو راية الإسلام أيتها معنى ظاهر أوي معنى ظاهر أوي إلا حلي جهاد يهل جنبه أها وحاكل أمرك كتشرة هدي وداد أوسم يسي خلافسا رقن كي النبي عدور دارنا أولي هاي إن قناهان لو حسو سيدو هشام بو حسي عدور دار كأبي عروة مركو كسو قلي من كدن وميشو هسا هيدا باب استحباب المبيت بذي طوان طوان يا طوان ومثلث طابع الليل هذا ضاد وذكر ربي كرتان وذهص لي كرتان ولجودي كرال الله بضبع مش هذا طوان أذو تق الليل هذا زاهر بهذا اللي يقنه ما يعوى لجبة طوان يا طوان يا طوان من دمار كيسيده
منطقة الزاهر بان ليلة هذا مقعاس الزاهر باكو قران استحباب المبيتين لبريين اي سنة هاي ولا تشعلي شرعا بذي طوى ميش الليلة هذا مركز مدينة كتماد أمريكا لو أكسو سفرته مكان عمري حج أسو قليسو دوليت كم مكان ذهبين كابر يضو وميش طوى الليلة أدجوكتو أدكو قبيستو ودرعتين كي كنتو كتي هولا هادي كدبنا أدور دادن أدمك الصوغة شو أيها وناكسن سيدنا النبي قوي عليه عند إرادة دخول مكة مركة للدنيا مكان لا صوغة يولي اغتسال إن لو قبيستين سنة لدخول دخول مكة مكة هذا عمل أقليسو عمره حجة أدو قبيسن أو ميدي أو نظيفة إن أدقشا سنة ودخولها دخول مكة نهار نواصنة هبيني يدرار كيل لجيلي إن ما لنم الله صوغ له وناكسن هبيك كنا لقى بحو ساس النبي يجر عليه الصلاة والسلام ما كمال بسوغ لجر هبيننا وكبح جري هل مربو هوشاسي نبي خلافي لبيان الجواز أو واجي النبي صوع عمريسي من الجعرانة جعرانة من مكسو عمريسي هبيني مصوغ لي هبيني مانا وكبح وإن يبنان طيب مدة تسهي إن هبيني من لقيلي كرو هبيني لقى بحي كرو أضوع عمل أيمت لكن هذيسن هذي أيها هو شو أي تايسون هذا سيدا ده اللهم مرو ومحبنا أن ليستو سينين وحافظ البدن ضرر بتسوق جلي هبي النوات كبحي إبراهيم النخع وحور كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلة سعيد منصور باوري سعيد منصور باوري بسند جيد وحور صحابته يا أصحاب عبد الله مسعود وحيد شعلان شري إن مكة أي ضرر نمك قالان هبين من أي كبح أنا ذي صفرها يا عطينا وراح أسوي حويلي نو والبسود دونو يالي نك هبين كبحي نك هبين جلي نك درار جلي نك درار كبحي وأسكون مت لكن وحاك لدو نك إمامك أما علماء ذي اللي قد يانا عامة بلشدو أي دورنا يسو وحاسونا إنو درار نما صوغلو كان نبي عليه الصلاة والسلام هبين من أو كبح أسوي نسيدا صومري هذا هو مسألة سكو خلاف سنية هاي الأفضل مرن ملها إن درارتي التهاي سنة النبي قبي إلي لكن لا بدو بنائه حدثني زيد بن حرب وعبيد الله بن سعيد اللي يشكري قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات نبي وحبري بذي طوى ميش الليلة هذا ووادي تقوي وين كوي الأركاس هذا هو مقال لدقيني هاي بذي طوان بذي طوان بذي طوان طوان نوال أخرين كرتا طوان يا طوان يا طوان بواسكم مد إن هذا لقوده يين لك الربان اللو بدن يهي حتى أصبح إلى وابريست إلى وابريست بالنبي قم ماشى بريو تشوغي ثم دخل مكة مكو قال يومكو واقو بريي قال وحور النافع وكان عبد الله بن عمر وحوا يفعل ذلك سيدا سيالي جري عبد الله بن عمر نا سيد النبي يلو يلي جريو مركو سو عمر يستو أما سو حجيو ما قد ولد كذا أيها بينك بري جري وأقول مركو بريو سادو أوت كذا أو قبيست يحل برقنا ما كسو قري جري وفي رواية ابن سعيد رواية عبيد الله بن سعيد وحكوي من حتى صلى الصبح نبي طوم ببريي إلى صلاة الصبح تكذا قال يحيى سوحوري يحيى بن سعيد الخطان أو أما قال وحوري حين حتى أصبح حتى صلى الصبح أيو حتى أصبح وأسكن معنا نبي قال بريء إلى وبريستي ومشى وكنت كذي وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد حدثنا أيوب السختياني عن نافع أيوب متابعين وذاتك عبيد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان وحوها لا يقدم كانجل مكة مكانجل إلا بات بذي طوى ماشى سبريتر مكبها ضوق قالوا ماشى سبريتر انت سمك قلن كور يعني مكو مكرب انه قال له جدا حتى يصبح الى واقو بري وهو يغتسل امه ثم انت كذب يدخل مكه مكو قال لي نهارا ضرار نمو ايو قال لي ويذكر عن النبي انه فعله حين النبي كتب ان جري ابن عمر انه فعل سيدا النبي انه يالي ومكه مركو قال لي نبي انتو سنقل هبينك اوبري طوان ماشا اللي ده هذا واغو اوبري كتو كذي ميضي كدب ناسو نظيفة وعرفة النبي ومركة التقاي ونوحد دالنا وهدي وادولادك وكنا نصر حالي بعد ماشي باريد وان نصطي سعودير ماذا نقلين واغو مكبرين واد قبيستي اذن ادو دادن ايان مركة التقاي ساو فهمي سنصد عمل كسيفي عن اوقودت حالا ديدن يا هاي
adoo daalay inaan camalka bilowdo oo le allow mariga dhamee allow mariga dhamee war hoteelkan aadne aan boobsin cumrada lama ogolo hawshaada dhamayso adoo fiican oo marqaansan oo ku haliilaya camalka soo galmako adoo iga tuur ah lama ogolo macnaha soo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam waa sida hadda ku dhaca dadka safarka cumraysta ama xajiya ku qamaamahaya hoteeladoodii meelay deganaayeen camalkana maqluubinay بوبسيني وحدثنا محمد بن اسحاق المسيب المدني حدثني انس يعني بن عياض الليثي عن موسى بن عقبه الاسدي اثبت الناس في المغازي بل هذا اصح المغازي وصير وكتاب كيسة عن نافع ان عبد الله بن عمر حدثه وشيغي كتاب بولي سيرو مغازي سليم بن اسحاق وكتاب كيسة كفي حق شمول كي مثلا لو كان لغا هادلان ابن اسحاق با كو فافاسن لكن حق سكناشا اسغا اوغو فيعان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو النبي ينزل كي دغو كفرت بيدي طو ان بو كفرن جيري او بري جيري ويبيت به وانا بري جيري حتى يصلي الصبح الى صلاه الصبح تكدو حين يقدم مكه اي حين يريد ان يقدم مكه مركو النبي رب انه مكه قالوا انتو سجلين كور هبينك طو ان بو كبري جيري وكان جري وقبي سنجي للإحرام والحج والعمرة ومصلى رسول الله ذلك على أكامة غليظة من عمر وحور وأنه كوش صلاة الصبح النبي قد يطوان وكنت كذي برت وكنت كذي وتلمامي وكوش يقول وحور النبي قد وحور كد وكفرتي ذي طوان كذب نوابري صلاة الصبح وكنت كذي وكو قبي استي ومصلى رسول الله رسول كلام كانوا تكت كسو ميشو كنت كذينا وذلك كاسو مانك كنت كذي طوانا على أكامة كذنبور بكويا لا غليظة قلب سنو أذك تاك أكامضو واتاك أمض العدة أيا لي هذا كذنبور نوال إذا مركز برمبرعود كي يركا مركو بعادي وحاليا برمبرعود ليلا لكن مركو نركو نولا ذاقي هاي أضوا هارير ويفيقير تاكن دشيب النبي كنت كذي على أكامة دل عدم تاك أما بور غليظة ككانو دغح أدق له ليس في المسجد الذي بني ثم ليس مصلينا محمد ما أنكم تجروا في المسجد الذي بني ثم أي ثم هناك مسجد كما يشاء لقد سي إذي طوى لقد سي قوبت نبي كنت كذي ما هو نعمر كله نبي ما يشو كنت كذي قوني وي أو وابورتا كوسن إذي طوى كنت على الكاس نبي كنت كذي مسجد كنا ما يكال لقد سي ولكن اسلا قوبتي طيب ليس في المسجد الذي بني ثم اي هناك اي هنالك مساجد كما يشاء الله قد يسيكم يجروا مكان كون نبي كنت كذا ولكن مصلي النبي محمد اسفل من ذلك مشى ملكو السكوية الله على أكامة بور دشيد أما تاك أما ضلعت دشيد أما كذن بور غليظة ككان أما قلب سنو أدقو نقحلي اللي بروكا كالجلع السنة إذن ابن عمر وحو aad u fiirin jiray oo u dabageli jiray saanta nabiga calayhi salaatu wasalaam cagta meeshu u dhigo inuu dhigu jeclaan jiray ilaa bacdu salaf ay soo guuriyeen bisanadin jayid inuu mararka qaarkood ritiga uu saaran yahay uu wato ama faraska ama dameerka gaadidka uu wato uu lijaanka iyo xadhigii hogaan ku dhufan jiray suu tartiib u socdo oo uusan u dhaafin saanti qoobkiisu qoobka hasha nabi maxamed ku jirta wuxuu rabaa gaadidkiisu inuu saanta dhigo meeshu nabi maxamed hashiisi ama faraskiisi ama baqash say dhigays aad ba hawsha ugu dadaali jiray xadathana maxamed isxaaq almusayyibi xadathani anas yacni ibn cayaad hadaynu soo maraynay can muusa bni cuqbata can naaficin ana cabdullahi bni cumar akhbara wuxuu u sheegay ana rasuulla sal slam wuxuu haddana rabaa goobta markuu sheegay nabi maxamed meeshuu ku tukaday subaxdaasi iyo sidaa idmakuu tilmaamay iyo wuxuu rabaa haddana inuu tilmaamo مساعد ميلاها لغا ديسا انو سن شغل كلها هين ايا نبا مركو قبلة قابلة كعبادة اتو كان هاي قوي كسو آدنا نوعي اهاين ايا ميشو قوي كاك آدن هذا دلو لو دات كمركو تكون هداي جيت كاوين من بيدحي بو كم مراي مسا ميدك بو كم مراي مسا واسكو قماتي اي محادي اضو ني اور بانت هاي ودات فحقا سو اتو كذات سكالي ذا ابن عور وحور رباين ويشيقو حتى النبي قبلة قاب قابل عليه الصلاة والسلام مركو مالك تكني عائشة إن أصل شكته كنت النبي محمد معهم رئيسانين ابن عمر لسه عنين سبحان من أصل طيب وحوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل
إنه قابله كسي جيد سدي أي حين صلى بذي طوان ويهد أرورت دوا كتو كذي نبو حو قابلي فرضتي الجبلي لبضى فنقرودي قوغة فرضت وحال ليدا دا كرنقابضة ملكضة سمعين لو يتقانو فرضت بأورنجري ماشي الدكادة بضة دومي خصو حداني مراكيب تاتهم حاطر هذا داد كيني دنباد دكاد يا سمالي هروح دي جرين فرضت بي دي جرين فرضت قوغا وين السمن ماشا تشيرت اي وضد اي كرد على وحالي هذا يا فرض اللي هذا عند العرب فرض اللي هذا وبيقى ملكة اللي قرد على دعام اما هي لذا ملكة اللي قرد على دعي اللاقتنا ايضا فرض اللي هذا واد فاندين بيلاته دكد هذا أو تقانن محل هذا لبعي مينا فرضت بالي في اللغة لغة في اللغة في اللغة العربية في الصومالي أيضا فرضت بالورنجري لو أقول الصومالي هو العربي قاعد أقول بطنا كذا عربي أنا أقول لنا في الصومالي يفر عربي كقول يجري في الصومالي أي عربي حروف عربي اللغات الجديدة عربي كقول هي وحان وو يحاء ألف كتا نون بالقرية سانا يقرم سيدا عف عليه يقرم ما لو تبا وداد عن صحاب رئيس ودري وضي الصوماليات إسلام تيسا وراق أقري براق بأقري كن سغال بول كنتني صد حدي كن سغال بول كنتني صد حدي أف عريب كقري هل بقوي كور من نوليشي ساعة في مات كيسا عروتي بوريستي ديما الأولى الله أبو ميل خدونا يجي أنت أنك إيمان يا سيدا سيالا حنا قربيش ستاتال بيش ستاتال لواتني دور كيدي كون سغال بو كونتن سدحت تلفون كان هذا الدمي هذا انا اي دارن يا وادن تسلا سواء دارا ما يدن تسا حبين دم ما ينتس ان شاء الله تعالى يا وضعي سان هاي مركه وش وجرتا لمن دم انت سود دولين بين وحين نغصمين وندل الرقين بلن ركب نقصمية سعوين بين الصومالي صمد لهم الرجو سعوين هذا تصو قصة سيلك سو يبسته أو صمد له تيس له دايا هذا صمد كلا كل يكتو توك باب الجمود هذا بالغو قبس نوح بدله أو حكار فرسمية نغريس سيد زودة إن صوبات سيلك بالكسو يبسته العق حارات خلاص بحال نينك قو قبس سعا در هذا بن سو يبسته هبل بن كيبس العكس نوطة يزكلي حلله وأجدن بمرك الله أذوك من هاني أنت دمبا أخوذ له ثم ضاد أخوذ له دد وين المسلمين أو تاريخ أو أفل أو فر له أنا يمتين نقبته قليه شعية ده إلا تين سنك نوقلية عربي جن نقف وجيء مكي حقوق نقالوا بهذين وحيدا جماعة العرب بان كتر سنة محاك كتر سنتي أنا فارح يا أنا جامعة با حاس عمري إذا بدرت أدفع لقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل نبي حجستو قابلي فرضتي الجبلي قوين أو لبا تيراد له أما لبا فنقراد له أما لبا كرين قابله أي نبي قابله حاجة كعبة تحكي مركو تكني الثلاث وحو كنت كني دي طوان وكنت كني الذي جبل كاسو بينه نبي انت كرد حيسي وبين الجبل الطويل قوة دير ونحين لبا قوي اجتبيا لم يدو سكيا وحق دي طوم بسوحيكا من حق مكو حيكا متك حق مكو حيكا آدو ديرو تاغن إذن قوغن سكون نبقو قابلي عليه الصلاة والسلام والله بكرين قابلي سوغيل ميدار لبا كروس له وردي لبا كروس وتكتان نحن لا يقول تاي فيق بقولها حق النفيق بقول نحن لبا حكويا اللي كرين قابل تاية تنبا بركة وحوري استقبل نبقو حو قابلي فرضتي الجبلي قوغا لبيس تشيروت مقابل أما كارين قابو قابلي الذي قوغا سو بينه النبي قول حييو وبين الجبل الطويل قوغا دير انت ودحيس قوغا ودحي النبي محمد يقوغا دير بنبي قابل النبي محمد يقوغا دير محاو دحي قوغا بان كالبيس فرضوط بنبي اسكو عدي الذي قوغا ديرو نحو الكعبة جهة الكعبة جرا قوغا دير حقيب جرا حق كعبة يجعل ذاسي ما من عمر با فاعلكو مسوا النبي قال اسكو هي ودو خيدن وحان يجعل ذا سوا النبي وابن عمر وحا هاد لهاي تلمانت بحين اي ابن عمر احد كان لغا ورما هي انت ضمنه واسو بنا نمن سيد هذه وسيد النووي جماعه من اهل العلم اي مره هي يحافظكم مركه شرحها هي
صاحب عمدة القاري عيني يودك الدنبين وحيليين انت انضمي يجعل داسي وابن عمر احد كتلماما يانا واردقي سيها نافع وماشي الاسماء الله رسي مساعد باكو سوكر ودوين ودوينك حبا اسكب الدلي ابن عمر باوحور ربا انو تصميش ونبقو تاقنا يقابك قبل الله أقابلي يقوي كسو آدن صديك الأهين فرضو قابك أهيت يجعل ابن عمر أما يجعل النبي رضو يتمكو لبدا تاويل كذا مرتاد قد ماري كرتان لكن وحام مقانا يسا يجعل أن دنبي يستلمان تنضم ابن عمر لقى ورمي وابن نافع عمر كاسي ورمي يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة وحور يجعل وحكي لجري ابن عمر مكو تلمام قوبت النبي وكتك وتلمام يجعل المسجد الذي بني ثم مسادك هل كان لقد السي مسادك دي طوان لقد السي مركو قبل هذا قابل حقا انه تلمام ابن عمر نبي ماشي استاغي كنتك كذي ايو وحكي لجري المسجد ماشي لقد السي يسار المسجد الذي بطرف الاكمة اكمة عفوا مسجدك بورت جيس كذا كويا الله بدي حدود المسجد كاسكح جنجري لا مسجد بماشي كويا مد وامد كان بدي حل جيني من نوا مد كويا لا بورتا ضرف كذا دعش هذا نبي بوش ضرف كذا موسى استاجيني وكفوا قاعدي طبعا مد طبعا لون تقريبا بكير دور كبورت إذن يجعل حيير جري ابن عمر مكو وشاة المسجد الذي مسجد كابوني على قدس ثم مشى على قدس على يسار المسجد مسجد كلا في دي سوية بدعي سو ديج بدعي سو ديج جرى عفوا الذي مسجد كاسو بني على رسا سقونا بطرف الأكمة وي بورتا في ده لقى رسا هو يرقان نف لما مسجد بام مد مد لقى رسا مال ليه نبغى كتو كده ما نعملش كتو كده منا بورتا قول ده درف تدا لقى رسا لما ده مسجد منا ما هاي ابن عمر مركو يستاهل مسجد ماشى كرسان أيوه حمرين شري كي كدسنا طرفت يد عاش بورت يبدح كمرنجر ومصلى رسول الله رسول كذا مكانه توك تكذون أسفل منه وكه سيئي من المسجد الذي بطرف الأكمة مسجد كوي على بورت في الدادة وكسيه سيئي ما شو النبي كنت كذا على الأكمة السوداء حقين النبي كنت كذا أي كان مصلى هنا وماشي كنت كذا وحوقها على الأكمة بورتي أما كذن بورتي أما 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 تاجد عشي السوداء مذوبين ورانا وكيسويري على أكمة غليظة وين جزء عمر سوك لصار ابن عمر يدعو حكت جيا من الأكمة السوداء تاجم مذو حكف جانجري عشرة أذرعين تمنددون أو نحو محكودو وتا كيسنتا انتو نبي ماشو عكتر لغي نبي يكتو كده وقتا كيسا طيب بورتي مدو بيت قول لغي هذا وحو كدر كتشري بولي إلا طبعا امحوها هاي ودودون بو كدر كهايا ثم يصلي مركز وتكان ابن عمر مستقبل فرضتين أصول الله بدأ تشيروت أما الله وضد قابلي من الجبل كفرداء الطويل قوي ديرا لبي سكرين قابو الذي بينك أيها المخاطب وبين الكعبة قوغا دير اي تاغن اي مركات قابل شادية كعبادة دين دحين اي ايو مركاسي حقي سقابل جري محلو شادك هو معي محلو شادك هو حوي لبدا مسيد ماشا لغا دي ساي قوبتو نبي كنتو كده ماها ميد الله بعد بورتن اذاق اي اوبحي الاكامة السوداء او الغليظنا دوش اذا نبي كمتو كانين هور بروي اي اربحي الى طوان متر طوان نواء انتقياست تمرد مشان متر بقياس تمرد ردكم متر بدا يورت مكيري نص متر حتى جو فورد بعد اذا هو 8 متر بكاي نقونيس شان متر بكاي نقونيس شان متر بو كدور كيي او الى داد النبي سخوني مركاس وقابل جي قوقا دهر وحن اسكو ادين جري كارين غابدي اسكو ادين جري مركز القبيلة توس كعبة مقابلية انت سأل له جيدة هوشان مركز ابن عمر سمين جري ابن عمر رحمة الله تعالى رضي الله تعالى عنه وحسمين جري نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتم مدينة شوقي حافظ والبوء بوضع يقوب كستو وتو كنت كذو ويو على ما يسني هذا النبي قد صفر عليه الصلاة والسلام اما الجهاد أبحو اما أحج أبحو اما أبحو عمرنا ملك استو استاغو كنت كذو ويو على ما يسني
صادرت مكو اسوغو سفرو ومدينه كدقاقو الى ام كغلو كسو نوقدو مدينه او كسو لاابتو صلاه ولبا ميشو النبي كتوكدي كتوكن جري ونا يقان ونا يقان تتبع مركا اثار النبي المكاني والسمي والله مثلا لو فرق بين يدهايو النبي عليه الصلاه والسلام وحي لغا دخليه راد كيسا اما درا اما كوفيد وحلن جري اما عمامده اما كبا اما كارينا اما خيره اي ويلال اه ان لا بركيسو نبيغا لغا ريبتو وا من السنن من السنن سلف كنا اسكو ما خلافين تيميهيسي وح ولبو نبي كاسو جيدو ماركا ان اهين اثار تمكانيغا تايدو مرن بلا الاثار المنقوله الى هذا ويدو اسك بابي راد دنبو وين ييرل ميسو ان لو فيدنوبنا لغا بقي ماي وحال اسكو خلافتين وحاوي نبيغو اثارتي مكانيغا اي راد كيسي كوسافانا دولك راد نبيغو كتيغا دولك كوسافسانا ان لا دبا غالو او لا بركايستو او لو قصدو ماي دينتو كقبتا ابن عمر يا ابي واسكو خلافين هاوش ايضا ابي عمر الخطاب ما اوغولاي مالين بوصو سفر سو حجي ام سو عمريست صلاه ما ميل قوت عصره مسلمين تبو تجي سو امير كوديا مركاس و هو اركي نيمن اردا هي سي سودا ام الظهر ام عصر ام عرور وحي هيد با مركاس حقي اردا هي وحي دهم وحي ربان ميل ميشا سونا محمد هذا كور تو مراي صلاه اي كو قبت كو توكدي اني كو سو توكدا و يري ركالايا dadkii in ka horay yuhuud iyo nasaara waxay ku halaagsameen inay intay daba galeen raadadkii anbiyaadoodii meel walba ay ku tukadeen ay masjid ka dhigeen biican wakanaays ay ka dhigteen bay ku halaagsameen joojiyo hawshan ayada ninkii ku soo beegma asagoo socda oo danihiisa u socda ku soo beegma goobta nabi ku tukadeey ha ku tukado ninka aan ku soo beegnin minna yusan aadin wahaada huwa al-ittiba'u al-haqiqi ابن عمر يا ابي عمر باقر له لماذا اتباع محل هذا نبي وحاد كون راعي او بيكسني شيء والبقاء كون نبي اسمي عليه الصلاه والسلام قوبهاني ما قوبوا النبي صلاه ولا قصدي بي اهاين مسيه وقتها كو قبطي باجماع المسلمين وقتها كو قبطي سيدو كلام النبي كان راعي الله اتباع هذا وين يسو سيدو النبي يالي نبي واحد تكون راعي في القصد والعمل والهيئه والصور انت تكون راعي سفر بعد سوق شيء صلاه دي ما مشى كو قبت الله بس كو كاديه وي كو ادي واتكنيسا لكن ان اسو دقاق اد كو تكتيد نبي هذا كور صلاه كو قبت او كو تكد اد اسكو قصد متي هذا النبي قصد كو كلا تكتيد قالو ان اد كو تكد اسو قصد النبي هنا او ما سو قصد او ما رسو سفرين او ما مرين غوبته انو كو تكد و هو مري مراد كيسي كالي يدن تو وتيب مرسات باكو قبط صلاة نصي كو قبطو أيا لوتو كذا صومالي ويقا نوشا يدا مركا هوشا يدا سيدنا عمر إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي رواية كالي من عرض لكم من عرض له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل مسلمين تبضن كونا وحي راعين حكم كأي فقه سيدنا عمر بي راعين وإذن إن بنان تاين ابن عمر با اسكو أتكين جو اسكو دي بيجي صادرت واقدا بي جيت كديرا النبي مكة أمري المدينة إما لبضنو لباتمي يقارو وكغتو كذا تسكبضنين waxaan maanta laga garanayo waa laba goobad kaliya maanta la garanayo si dhab ah wixii kale waa ku turkuteen la ilow masaxantay la bedel wa masjid dhul xuleifa iyo tariiqu ar-ruha masad ku yaalo iyo wajdayna xalaan suuma nabiga inuu yiri waxa mari doona nabi la ciisa asagu haaji ah ama mu'tamir ah wa inaga labadaas laga garanayo لكن مساجد يقوم النبي كنت كذا مدينه بدن كذا والله قرنيه هي انصار با قبطي انصار با حفظي وبالتالي واقو عبد عمر عبد العزيز امريكا كاها مدينه امريكا كاها
نين خير بدن بو اهاي يا وحو ييري انصاري انت لا دبانين كوبان هدا الله النبي محمد با كتكد كو هيسان وخي اد هبطان اي شيغا وا لو شيغي مسجد والبا عمرك يغوبن كتكد مسجد امد او اهاي دخو كدغاي سي غونو ديساي دغخ متول قرحسن بو سميهي احجار منقوشه قرحسن بو كسميه غونا اسو كلا سوعايه مساجد عامه المسلمين تيو غوبتو النبي كتكد waqti markuu waa la soo gaaray oo taabiin badan baa soo gaaray atbaacu taabiin maalik baa soo gaaray waa dhow xaafid ka hadda soo gaaray ibn hajar oo ka sheekay laba kitaab oo wali aan si fiican loo daabicin midna zubayr bakar uu leeyahay midna uu leeyahay maxamed umar ibn shabba an-namri wa akhbaru al-madina ya akhbaru makka la yiraahdo labada wadaba ugu qiimo badan wax walba sidiisii u keenay bisanadi wa naqli wa taariikh ala ittihal الصواب وحوي مشاني مساجد انك ساتبو قبطنا هكنت كدو نينك قبانين يوسن لا اذن ابن عمرنا ومن تشدده المعروف في الاتباع في الاتباع مركو خير بودونا وانا دالي لكن صحابه سيدي مرين وبناين باك صحن حافظكو يقول لها كتاب شرح وحي اذن وفيه تبرك باثار الصالحين ابن عمر مركو هذا ودبقلي النبي محمد ماشو سانتا دغي ام هبين ميشو بري اما غوبتو كتوكدي هاوشا مكر ليغا وها كجيرا التبرك باثار الصالحين بالي وصوفا كان حزينو بارك كروخ برورت كاسوتو كالين وذا مركز شرح كتابك وحيليه وحكوجي ابن عمر دبقلك ودبقلي سانت النبي يا قبطو فريسي ميشو كتو كذا وحكوجي الا بركاي سانكورو تذكر علماء اهل الخير كي اوليد وقوبه فريستان اما كتو كذا ما تكلم انا وشايدا وقياس مع الفارق وقياس مع الفارق فهم مسألة ذا ومسألة علماء اسكو خلافين وحاس كو خلاف الصحابه بس كو خلاف النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحا لو بطي اني سن بناني ان غور لو ادو لب ماغا اي سن بناني ابن عمر هو في سادات ابن عمر بان كو راعي انا نبي محمد احد لميدا ما جرو احد لميدا نبي محمد حق فضله بركته خيرك شرفتي ماموزك كرامته عند الله كله يا هي ما جرو ولا هذه كرت وحنو بركايسن رادكي سي سانتس غوبتو فرسان نبي محمد لو بركايستي ميا جرمانت مايا مركاد اوغا قياس قادان ايسو سا ولادها اي نبي اسكا قياس قادان ايسو قياسك وحا لو شرديا لبدا شي اللي اسكو شبهاي اللي اسكو اكيسين وا اني اسكو اوديين اسكو بركايين اسكو خيريين اسكو فضيين وحل با اي كسميين ابن عمر هو صحابي جليل وبركيسون من أولياء الله الصالحين يا نبي الله محمد مسميه أبدا إيش كيف بدأ ولا دك عليه واد بين جوج مرة تيسيد هاي هوش النبي قال جون أوله هول عيد كان لغة قياس قادن كرنا ما أها وشرط القياس ومحي ومساواة الفرع للأصل في العلة أو زيادة عليه وشرط مجمعة عند القائسين والقياسيين فرع ذنب اولياء صالحين تا وان لو داغان علدا اصل كوري النبي عليه الصلاه والسلام اما ايغو اي بركته كو بدانتاي او النبي اي كغه بدانتاي لبدابا سوره قلما من هو لو غالو ودو تر ادم كلا النبي كفدي بدن اما كبركه بدن دينك لا كبخايا ودو تر النبي محمد عيد با الله سيمنا لب تركيدو كو سي جيري ميس مركه هول هلسه ويسك الى لي لكن اجتهادكم ما رب ضد المسلمين خير دون ما رب ضد في الفروع والجزئيات خير دون ارتو غدعه لا في اصل الدين باب استحباب الرمل في الطواف والعمره وفي الطواف الاول من الحج حباب هي استحباب الرمل رعلين الا السنيه في الطواف طواف ايه والعمره عمره ضبا طواف الحج ايه طواف العمره الا السنيه ماشي ايضا وفي الطواف الاول من الحج يا طواف كهوري يا حج كبا طواف القدومك طواف القدومك رملكو
وتلابد ولبوبو ادو اسكو دوينيا لوقتا ادو لوغا اسكو دو تلابد اسكو دويس حق النبوبتان ولا سخدو وي الا مره مره سيسانيا لو تلابسدا او لوقتا لو هلا كلا فوغيا وانا لحادثدا مرنا والله شربيا ادو مره تاكد اسكو دوينيا يا تلابد يد بوبيسا تاس الرمل كليدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت كعبد الله نبو مكو وريقو الطواف الأول وريقه كوبادي خب ثلاثا صدح بور علينجري خب أي رملا خب أي رملا واسكمت خب ثلاثة صدح برعلين جري ومشى أربعا أفر نوى لغين جري وكان يسعى نبي وأرد جري ببطن المسيل ببطن الوادي المسيل ووادي وتق لا يقطع الأبطح إلا شد وصعي بين السبع والمروة انت نضى لي دين كسمي لينك ينالك عقار كسمين عرق أما بلوغ عقار كسمين عقار بوها انت أسوى وادي وابابائي ماشي سأبطح لأورنجري لا يقطع الأبطح إلا شدا لما تقول أنت هذا أرد أم إسماعيل أي أمرك مروسي فوليس يا مكة السفن فوليس ويكون مرجلتي أرد أنت أيضا ولقى مكة البوري كذا دكت والأرد أيضا كطور ودلان دل ودنا مكة فولي وكان سلع يسعى نبي وأرد جري ببطن المسيل أي ببطن الوادي المسيل ومكان السيل مكان السيل هو وادقة لأن السيل يسيل في الوادي ببطن المسيل أي ببطن الوادي وادي دحدي سام برتن كسمكم مرة النبي وأرد الجري إذا قرت طافا بين الصفا والمروة مركو قص عيني أنت أود حيس مروية الصفا مركو سعيني أنت يرت أنا أرد بكو جنجري أنت كلا ولو جنجري بورها أرد ترتيبه فولية لكن أنت بحذا النبي روح له كده فكر وكان ابن عمر يفعل ذلك ابن عمر رسول الله يجري جوانا صن وحدثنا ابن عباد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل المدني عن موسى بن عقبة الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة إذا طاف في الحج والعمرة مركو النبي طواف حجك وعمرة ذبا أول ما يقدم مركو أهرسوا وصوغلوا فإنه يسعى نبي حؤرد الشري ثلاثة أطواف صدح طواف بالبيت كعبدة صدح ورقبه أرد كل ما يسن شري الرعلي ثم يمشي أربعة أفر وريقنا صعد بكل ما يسن جري ثم يصلي سجدتين أي ركعتين لما رح عضب النبي قلت كن جري خلف مقام إبراهيم وينك صوم الرأي ثم يطوف بين السبا والمروة صلاة دامركو تكذا كدبنا حكو وريق جري أما كو أرد جري صعب الله قوة ذاي مروة يا صفا يا صفا وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدث وحرملة بن يحيى قال حرملة وحول أسوء أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرني يونس عن شاب الزهري عن أن سائل بن عبد الله حديث كرة نافع وعن عمر هذا نويل كسب أبيه حديث كقاضي أن أخبره حوشي أردق اسم بن شهابة أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله رسول كلام صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة مركم مكة السوق إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع حور نبي محمد بن أركيو حين يقدم مكة مكم مكة سوغلو إذا استلم الركن الأسود ركن كثير كمدو ركن قدو حلو جدا جيسا جيسكاس يا جيسكا يا كاكل يا كا أركان تلدين شيء وأنت وكعبة أفرت إذا جيس زوايانا ولا يا جمع الزاوية أما صبايا حقل بيت رادان حقيرة رادان صدق أفر حقل بولي هاي إذا استلم الركن الأسود أي الحجر الأسود لقى حمد نبوه عند سائل ضواف كسر الله قبل لعبة بدوك تيني أول ما يطوف حين يقدم مركو أوه رئيس وضوافه ومكسوق له يخب ورعلين جري ثلاثة أطواف سطح وريك ومن السبع تضبط كمدة وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي هذا بصاصة يشان حدثنا المرء عبد الله أخبرنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال رملا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود رجع حمد الله قبل الله إلى اللقوه ماده النبي رعليني ثلاثة سدح وريق
ومشى أربعا أفر نو اللقين يي. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، حدثنا سليم الأخضر البصري، حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر. نبي قال عليه رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر وحون الشيخي ابن عمر مكو سيدا الصمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. نبي رسول نبي الله سيدا يالي ودحالك نهد دحالك نبي محمد وي ودحالك أنبياء وهذا إن لقول دعوة لقول دعمة وينك كارك يا أستخيره طيب وإن لقيت تجين أول شيء طافين هيا وحوالي سديد دون مرد وسيد صعتة بل وإن لقى فائدة. وحدثنا عبد الله بن مسعود بن قعنب القعنبي، حدثنا مالك، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر محمد عن أبيه أبيه محمد ابن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال رأيت رسول الله رسول كلاب أن أركيها دان جابر أي رمى لا أسقر عليين من الحجر الأسود لقى حمد الله قبل الله به حتى انتهى إلى أسوق جاري وكسر دماغي ثلاثة أطواف سدح وريك سدح وريك بالنبي سدح ورديك. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا مالك وابن جريج عن جعفر محمد جعفر الصادق من آل بيت رسول الله عن جعفر محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاث أطواف رمل نبي وحور علي الثلاث أطواف صدح طواف من الحجر صدح الوريق الرئيسي من الحجر إلى الحجر بالنبي أيوب طوافي. طيب بركة إرقى الثلاث أطواف تاسحوه من حيث العربية فرب لقير قداء قاب نور قاب لوري الثلاث الأطواف إن لبضوا بألق ليو الثلاث الأطواف ليدادو إيا إن مدود ألق قويو أو لسوء إضافيو إيا إن لبضوا بألق قتربو تجيز إيا ثلاث أطواف ليدا ثلاث أطواف إيا الثلاث أطواف إيا الثلاث الأطواف صدح لابو والله الشيء والله الشيء أيضا مركا إن الثلاث الأطواف با رامل هي سدان سيدا وحرام الله إن لبض بقى لجليو ومركز خلاف كود حي بصريين يكوفين بإيمان الله بصريين وادي ذان كوفين نوي ويبنيان ويبنيان أما إن كورا لجليو كذا بنا عن محو هاي لجوجو يا عشوا سيدا ينو قرنا وكورا لجليو كذا بنا لتنكيريو أكثر النحوي ويديدي جمهور النحاة ما بناني لي واللهم بجليو صحنا ما رجع أربع قبائل يبنان تاي حديث كنا حجة النقونة يا أيك رجع بني بحديث حجة النقونة وحاس صدق الله لبض أبو كف عن الله هيد إلا إلا تنكير الله بض قول يا ذو رمى لا ثلاثة أطواف ثلاثة أطواف. طيب حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد حدثنا الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة حامن واثرة وآخر من مات من الصحابة أحد قدم بي النبي محمد أركيوي مسلمين تقدم بي سوى وياه يحبي جري متشو قدون كم مانت أحد نبي محمد أركون نول وراني كاي القيمة بلبوها سنة كي صدح هذه جدود الشيء أما الله بعد يوم أحد بدش يوم أحد أيوب الشيء أسوغو سيدي جرى أما تدوب جرى أيو نبي وقيريوذي عليه الصلاة والسلام حاجك قدام بين نبي وسوى حاجي حاجة وذاعنا وسعودة أسوغو يربو سعودي وحان كحو ستابوري نبي محمد مروض وشدة تاقنو دعي سنية أما سعي الله إيماني. إذن واقدام بالله إسخلافة رق التاقريب وها إلا سعودي علي بن أبي طالب كوفي عراق قد قلم جري علي مركي اللي دلينا وصون وما كويمت والدقي حوله ده نوكب حي ومات بها ومات بها الطفيل أبو الطفيل حمن واثلة قال وحول قلت لابن عباس ابن عباس وحنكوري أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف أرأيت بل كورا هذا الرمل الرعلين بالبيت جرو بيت كله اللي جرو عليه ثلاثة أطواف صدح ولي كورا ومشي أربعة أطواف أفرنا الله صعود كورا أسنة هو مصنة بيتك إلهي مكة الله صعود ضواف القدوم أما ضواف العمرة أما ضواف الحج أو الرئية بيتك إلهي مكة الله يماده
تضبط وريقة لغو الضواف صدح إلا الرعو ليه أفرنا للغة إيه ما سنة مسا سنة ما محاجر فإن قومك تلقاء عربة أما قريش أما مسلمين يزعمون وحيشه من عباسه أنه سنة إنه طريق نبي محمد يهي قال وحوري فقال ابن عباس صدقوا وكذبوا ابن عباس وحوري صدقوا وكذبوا رونا واشيغين بيننا واشيغين بور رونا يبين بس كوكا دارين وكذبوا هنا ومعي وعلى لغة أهل الحجاز وأه وعلى لغة العرب الصحيحة وهي روح مر بها ضو صر مساك تي ولقى فصيلة صحضة أهي يوسن أقصدن به أوقفوا كذبا لسكورنية بمعنى أخطأ صدقوا وغالي طوبة كذا أنت وأخطأوا بوجهه ذا قال وحول قلت سبحان ما قولك صدقوا وكذبوا حيث اسمك يا نيسي رنا واشي بين واشي غير وحبان كويدية واصلنا إلى ما صلنا ما لكن إن أسكوك يبرح ذو أوتر هذا رنا واشي وانا بين هؤلاء فهم كرمال وحام واجع بين النقضي قال وحولنا رسول الله وحوجه ذا صدقوا إنه نبي كر عليه نبي مرخو مكيمد إنه ضوافي صدح ورقنا أرضي سأفرنا أولوي ورنتوت لكن إن السنة هاي أو لسيد النبي قسم ما أنت الله سمعنا وابن بقى بعزو حين النبي هو سمعي صدقوا وكذب على أنه سنة سنة ذي شيئين بابين ولي ينصحين سنة ما أو متبعة أو إلى أمن كلا سمعني لكن النبي هو شوايا لي وركز وجهه قال ابن عباس حوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة النبي قام بقص وقال حولي حكمك رمل كي ضوا رعلين ته إيو جمتورتك حكم إلا حكمة لوجي ذيب وها الذي حكمة المشوى وكب حضي والحكم إذا زالت علته زال بزوالها بالسكوكا نما يا مرك أكادي له قصده الذي مرك أصل كذيب ونغش كين إمام بحول النبي محمد وما كسوق قال فقال المشركون قرموي حسوق قال إمكو عمرة القضاء عمرة القضاء حديبية سنة كل حد بيها هي سنة كتبات والنبي عمرة يمد أي أودي إذا هذا كور إنه النبي قد ضيعه مركز قريش حيده نمانك قريش هذا إني كيف جلوه ذي النبي كو كأها أيوة ولع العضة أو صوبة أو مرق جنف في هاي بيت إنك تجي وحيد تجي مدينة وعرم مدوة أو هلق بدن وعر أول قنينة دوما باب إسوي ملاريا سكر الليه نمان أرد كور لين كرام معها بلا أنفيرنا سيو ضوافا ولو سو شرت تجي بنك حجر إسماعيل بالله سوف فرفريستي أيوة ربنا داودان صحابه سيد ضوافها يعني يعتبرته ذي أود نبي مر حورها لوجمة ترتع ذوقة ذوقة روح سقرا الله وصب كذا وهي نمان كان إني سندوم دي يقنين كم دين وحبي إذا يلين وين تستا فقال المشرك حي إن محمدا وأصحابه محمد يساحي بدي لا يستطيعون ما أود الكرام بأن يطوف بالبيت بيت كان يكون ضوافان من الهزال ويدني ما درتيت ويدني ما تبر در درتيت ما بعض طواف كران وكانوا يحسدونه قريش النبي هو حاسد جرت كرم بو صعدا حرتي سباسيه بدتا وان كل بطل قبائل كان رميه مغالوب بو سي هلا دغال كيف ودس غريان بغوشو كقاتا اذا حسد بي بستودي وكانوا يحسدون النبي هو حاسد جرت قريش قالت بلو جداد مسلمين ما قال وحور بن عباس فأمروا رسول الله فأمروا رسول الله سيدا مرك يدادين إلهي بها سبحانه وتعالى نبي الشيغي رواية حديثة عضيني قيبة كمدة مرك سيدا يدادين فأطلع الله رسوله على مقالتهم يقول اسكو حنتين هوش هوس بيسكو الشيغي جبريل بسوق قد بي هوش ونبي محمد قوي قريشية ساسي دوانو كسوق هيا الله سعو إذن كل اللي بوتين هيا وبتن أورين هيا وقال من روتين ما مشى تكتان وبيتم هيا وصاوا اللي بتبود هيا مركوين لا سمر يا قريش فأمر رسول الله سجى وحوف فري أن يرملوا إلى الرعليين ثلاثة سدح وريك ويمشوا أربعا أفرنا أي سعودان قال وحول قلت محايل له كوي لمرك أخبرني عن الطواف وأن قرت الرمل كنات سدا أجي دادو والصائم زنت أي بل وحدي قررتنا عن الطواف بين الصفا والمروة أرد كلا أرده بين سفر المروة أصوغنا راكبا أضو حسارا السنة هو أصنام السنة إن مركض سعيق الله سمعين يجادد لغو سعيه
كرتي إيه فرس إيه بقلي كل بحر يشوا أون للوينين مسنة فإن قومك يزعمون أنه سنة تلقى وحي شيء إني سنة هاي قال حول الصدق وكذا وتنطي أكل ويو بأن واشيء ورنا واشيء قال قلت ما قولك صدق وكذا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس نبي محمد مركو هش كذا كسعيي هش مركو كسعيني صلى الله عليه وسلم ظروف بأوجيسي وأهيت وما دوا ماشوا خب النيد ماشوا نواير تاي طواف كاويني صعي قواير يهاي صادرت النبي إن لا أركه ولا قاطع أحكام تلقو ضيدو الربي مرك ماشي الوار كرينا وينو جديد دشي النبي الله قد دعوة الله أركه مرك يدين هذا يدك ضيان هاي أما مدة أورطة كل يرينه سعد سعد كصعي يقول كثر عليه الناس ذكبا كبة يقولون يقول هذا محمد هذا محمد ها بقول لو تنكون الروح بس واحد جدي أو أنتوا ضبط النبي قايسن أرك بدون كذا قايسن أرك صدمي أفرتمي يكون بان النبي قتوس واركت أنت كلا النبي وير أيون أرك بالرميين إن أي أركان النبي كذا ذين بسوا هاي يقول بان النبي قال له قتوس مركمش وحكا دعي عديري عديري كم مركو حلقة قبل حكا النبي اختر قليل هياني ونبي قاعد سارية حتى خرج إلى صبح العواتق وقبله يرامي البيوت كصبح مقبيات كبار صوصر العواتق وجمع عاتق وقبردا شقضا كحرودي يجوري كده كو كفودي أنت يرتى ولا ديك سد سوق اللودري بنان كلو في جن حجاب في عن قدر ما يسمى لا شيء أرد وأديك سد كرة يبودي مرك حيو سور دواتين يقان قاردو نوري تمجر سوق قاردم حلا زمان شقدا ولا غي يارين كشان تام باللود يارين جوري ملقو على قد دين سد رجع باللود مع موسى مرك وحاو كأنه اعتقد من عمل البيت وحد مدين لقى حريه شقدا جوري كا ساس عاتقل لويد هذا محمد هذا حتى خرج إلى صبح العواتق من البيوت كصبح قريب كصبح ذلك بس كبت وكان رسول الله والنبي قال ذلك كوي مادي وذلك عريض قريان ذلك ما صنك لو قلت النبي اللي قف ويا إسرائيل صوما سيد ما حاول ذلك نكون سود على كاتور سكون ده وكون في راك وصنع هذا سيراكيش سكدي هاي على كاتور هاي ما الإله أجي هذا من مجان الوجيني بنا لو والله في بحنين مرك وحاول يسحب حوله هيا نبي هادي اللي سكبوه يمد ما تذكر كفي جسنا نبي الله شيء حي تيبو قال ابن عباس وكان رسول الله رسولك لا يحوها لا يضرب الناس بين يديه تذكر تيس لما جرى عشرين لقمة اللي عشرين فلما كثر عليه تذكر ما كوبة أم لقبة شيء زحمدي ركبها شيب فولي والمشي والسعي أفضل من الركوب إن لقص عيو صعد يلوغين أيا كفض البدن أدو قادي سيناد إناد مركاسي أتصعيده سيدا سويري معنى هاس أيوم مري ابن عباس ابن عمعنا سن مري إذن سنة معها أيو ليه سنة معها رواية أبو داود كن سيدات بغو صدن يشان صدقوا قد رمض رسول الله وكذبوا ليس بسنة صدقوا رمب الشيغانو نعم محمد غور عليه وكذبوا ليس بسنة ليس بسنة ليس بسنة ذاسي سعينا سيدا سكيري رمل كان سيدا سكيري صدقوا نبي محمد وقد فعل راكبا وكذبوا ليس وليس بسنة تاصل اسكم عن رافي نو إيو شرح ذا بدن كوت وحي مرين سنة مطلقا ما أهسي سبا لكن قوام سنة في شرح التحرير في كتاب التحرير لشرح مسلم وعليه وعوجي ذا سنة كتجد لك واجب معها وهذا هو الصواب عمل كاني إلا الرعلية مكلا ضوافي أما الأرداء أم عفوا أما عفوا لقو سعياء قادي لقو سعياء كتجدي سمع لك باك واجب لأن عماش النبي قول لي يمد خذوا عني مناسككم ويدي أردن كي لغطة واجب لك باك واجب مركب السنة وأنفنا يوم ما أصمين تذي يلا إما شد وصلنا وحوجدا ما أصلنا كتجديدو ديك هو واجب هاي الجور على قاربه أما في ديك هو واجب يصون يحلال ماله معناها صح محي لي في سنة أبو داود كن سيدات بقت تضباطني كن سيدات بسيدتني أفر بوح كجرت أصقوا له رملك وصن الرمل وسنة أو فكانت سنة إذا سنن هو أنفية سنن هو الصغي محلقه جمعين إياه
سمين تودو واسنن محد با سميه وي ولا سمين كرا لكن كتجدودو ما اها سنن اي ديكا واجب ايو جمع ابو سمين نك ليدادو صاحب التحرير بي ام اخرى تكعيسا سنندو او كون سغال ابل يا اثارت كون سغال بقول كون سيده بو سغال سيدتني سغال واد كفيرين كرتانا حديث ابن عباس سيدتني افر با وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع البصري اخبرنا الجريري سعيد بن اياس بهذا الاسناد سند قد مر هذا سعيد الجريري عن ابي الطفيل عن عباس وما هي طيب غير هذا يشاء انه قال يزيد بن زريع وحجري وكان اهل مكه قوم حسد في مكه وحي اهاين في حسد في مجال كون بصاوب بدن في مجال كعيا اصاوب بدن في مجال كولي بقنع ستاد او سيدران في مجال كبير لي دا ورويا عمل قضية يكون مشغولة هيا أرورت البير وقلي سي نفط هاي سابا شمبر علين إيه جبال ورابين إيه قوين إيه بكار دوغد شقو كجرة رين مقال با أغو حاسد بدن وحانا أسيد دران هين مركا نولوشة دا كل سنتهاي قناع السيقة سواء نيرو بجوكتي أغو حاسد بدن وذا ده هي قناع ستادة وذا ده هي قناع ستادة قناع ستادة وحيب بالله إني إس السحراء إسلايان السنيش إسكود أميان إسكايان إسوس دوغان أسكرت اللي سود ديبو عرك اللي سود دارو سمتر الله إسماريو انتي اللي فرين كا إيقو عاي بريقا إيقا بان واي إبر أهل تجارة مصيبة وي حقت أنو أنا يدا هذا أنفرقو جوجل ليك كذي يدي كان تنتان بعضو بنان هاي مركان إسكت دايل كان كاتو وكان أهل مكة توحيا هاي قوم حسد نقول حسد بلان بيهاي ولم يقل مرهن يزيد من زرع عمرك وحديثك ورين مرهن يحسدونه عفوا يحسدونه موسى ورنين يوحول قوم حسد يحسدونه مرهن أسوك وحدثنا ابن أبي عمر العدري باب سمك عارك وانت قانا يا بصمة حدثنا سمك بن عيينة عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس وحان كوري إن قومك تلكا يزعمون وحشيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بالبيت بيت كان يكر عليه يد وافكيسي وبين الصفا والمروة إن دعوا لحي صفا المروة ونبي أرضي وهي سنة بيدهن قال صدقوا وكذبوا رمى الشيئين وأنا خلدمين وحدث محمد رافع حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن عبد الملك بن سعيد الأبجر عفوا بن الأبجر عن أبي الطفيل عامر قال قلت ابن عباس أراني وحاني سركها يا بوري قل ملينا يا قد رأيت رسول الله رسولك أنا أركي مالك قدام بيس قال ابن عباس وحوري فصفه لي نبي مالك أنا أركتين كلا نهو بصدق إن يروح كلا ينوه هاي بل إيت المال نبي أركت مالك حجك ونبي ومروة تاقنا قال وحوري مركزي عامر رأيت قلت وحاني رأيته عند المروة على ناقة نبي محمد باركي حج الوداع أصغوا مروة أكتيدة تاغن وحل صارا وقد كثر الناس على دتكم أي كبة كحون سيه قال فقال ابن عباس حوري ذاك رسول الله واركتي أحد كالتلمام يسو نبي قوي إنهم كانوا وحي أهايين أيقو لا يدعون عنه إنهم كانوا ضدك وحي أهايين لا يدعون عنه قوى نبي قال لك الدفاعين فعلا أنت اللي قلت فتو أولا تخان تخيو أما لك لا في قال ما توري جرين دعي قوى دفعك رواية دي مركة أبو داود كون سيدات بغصد سيدات نيشان كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا يصرفون عنه بعضين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قرآن قوات قرنا إذا سوما رأيت الذي يدعو اليتيم دفعه قوي طيب إنهم كانوا ضدك وحيا لا يدعون عنه قوى النبي أن لقد دفاعين ولا قعلين ولا يكهرون حقنا أن لقل قولين لما أنا ننشرين إن ده لقل قبل بتشرين أنت فيرها هي شفك لقل قعنتنا لما كلا توري جنتك طيب سيدك لو حلو فرسمين كرو أم بلو فرسمين بقرة يسيد الله يرو مرد هذا شرتة نبي قو شغلكم الله ينبو صحابه كوشك ساسا كنتي ضدك النبي أن يكون صحومان يكهرون باني هذا إيه دكان كهر كنا محاوي وانتهارك وأما السائلة فلا تنهر تؤكلوي الانتهار
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله رسولك الله بأسوغل وأصحاب مكة تيسوغلين وقد وهانتهم أيوة ويقضي حمى يثرب دومدي مدينو حمى يثرب يقول ويقضي دومدي ملاري يدي يقنينك مقال يدي يثرب مدينة هو مقعد ظهوري قبل الإسلام. قال المشركون وحيدا هذا فقال المشركون وحيدا هذا إنه يقدم عليكم غدا بالريح حيديس وقل الطوانة قوم قوليو قد وهنتم الحمى ملاري الدم إبراي كدكت ولقوا كلكل مي ولقوا كلكل مي منها شدة تدب كلكل مي نمانك سوالا يوان هجروني يريد ذلك أنك قدتك يقول إذا بيسوس عضاني أصو شرتك وقال يا داوضة كما ليست فجلسوا وحي فريستان قريش ما بين الحجر من عفوا مما يلي الحجر حجر إسماعيل حجر إسماعيل أنك سيف فريستان أنك حقا وأنك كلا وكفوا هذا كعبض على المسلمين توقبان وهي كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر طيب ما أركب كان حقا أنه كما ليستان وير ربا وإشهد وحي كدوك ستاي أركا عدو قادوا موقت اللي تمك هذا رأته جريدة كقص واتحرس وأمرهم النبي نبي قال وحو أمري فأطلع الله على ما قالوا رواية النسائي في الكبرى يا أبو داود في السنن إلهي بأشي يا هوشا يدا وأمرهم النبي وحو فري أن يرملوا إن الرعليان أي الرعليان أما الرعليان ثلاثة أشواط صدح وريق ويمشوا أي الويان ما بين الركنين لبضا تيرين تقول حيسة ليرى المشركون لن كيف ديين موين لن كالي ما كي أقدبان إن إسكالوا غير النستاء لن كي أي فدي ما يكسر لو يعيق أرضه يا سوغلا إذا ما كان دنكن جو دنك أصل فدي ويداوان يا سوما دير بيا إياك أقارن أنت ما كان مرة حيوان سكال وين إما ركتيد وحن كوسو فدني أنا أروح عليه وحن مودي إنا نروح كوسو لما يساو شيء ساس لو كرتين نمك قرشيت ليرى المشركون مش بس يو أركان جلادهم أي قوتهم حق إيو مرقة كتها جني لحاتك إنا أركان بعد الربا والله قوسي ولا عبسي فقال المشرك وحيد انها مركه اركان صحابه ارد هي او صدح يوري ارد كو دمهيست سي ايغو مركه واركا هؤلاء الذين كون اتشكتن زعمت اتشكتن ان الحمى دومد قد وهانتهم ان يقضي هؤلاء يكون باجلد من كذا وكذا اول بيد يا كورد بدل ما نمك ما نمك سو بدبود هي بيطماي نمك نمي دوما تابتي مي انا تو تابنا يدهدي اجلد اي اقوى من كذا وكذا كواكلة أجلد وأقوى وأعدى من الغزال بعدين قالوا نوف فقطيع وكذا يا ربا أنت اللي قرب أنت صاحي إني أدق برشوان يسكون نحى نينك إسكع لي هاي اللي قدي حقوق كنت أجنبا يقدر رمبو بال لو أني بالله تنتهي بالله يليك قاس ما تقول خلاك أنت حلا استأجوا نيكو كونوا قلمر مركل هو اللي بالله سكودي سكودي نيكو هاي اللي قدي وحلو حي يقدرن حقوق كنت أجناء نينك أمرض بنيك هم سكودي هاي سكودي هاي قام عباس وحوري ولم يمنعوا أمدين صبنه أن يأمرهم أمدين صبنه أن يأمرهم منه فره أن يرملوا الأشواط كلها تدور وريك بين الأرض كل ما يستان نبي أنه فره أمدين إلا الإبقاء عليهم وضنقشي وضنقدم وين الإبقاء الشفقة والرفق عليهم تدور وريك بأرض كل ما يستان صحابنا وحوده هواي صحابه وضنقنايا ونحريسنا ودمرنايا ما كذو إنه ذكر لي بدانا إسكالو جاية وكان له قصة بحيسان رعلي يكون صبان صلى الله عليه وسلم وصدح يوريك أوه الرئيسة هوشان هوشان مكا مركا حديثك أنت قدر راني قال لي إن هوشي من عباس وكه اللي طيب وحدثني عمر الناقد وابن أبي عمر العدني وأحمد ابن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة سفيان قال ابن عبدة سوى حول حدثنا سفيان ابن عيينة مرهن عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء ورواية التابعين عن تابعين عطاء بالبوضة كوي عطاء من الطبقة الثالثة عمرو بن دينار من الطبقة الرابعة عن عباس رضي الله تعالى عنه علوية رمك هذا الطبقش قال إنما سعى رسول الله رسولك إلهي بسعيي أو صفية مروكو أرضي ورمل بالبيت بيتك إلهي نكر عليه ليري المشركين قالوا سوء التصو قوة أودي سيئون بدقبون دومئي ملاي وحبيه لن سيدنا ابن عباس إلاذو تلمامي أهيت هوشان أيضا جمتورتك
iyo orodka iyo wareega la ordahayo asalkiisii hore quraysh ayaa lagu bajinay lagu cabsi gelinayay ee ma aha ee sunna mustaqil oo sideedo loo jideeyay waa masala meesha ku jirto sayidina cumar bay ku soo dhacday maalin baa isagoo dawaafahaya oo bilaabay ee wuxuu yidhi fiima ramalaan alyawm walkashfu can ilmanaakibi waqad qata allaahu alislaama ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كسوة قرن إيسان ابن عمر بوحوي ما أنت محان أفرع لينينا أون أجب تورنينا ومرغه وبنينينا محايا إلي وأقوى قال أقوى سنيني قال إلهي واجبي أدوم كإسلام باقى في الصدي يوم وحتو سينا ترتيبا نسكا قرصنا قربها إيجما نسكا قرصنا ترتيبنا نسكا الله وين لكن مايا هول النبي سامي كما تقول هل كان مركب حاكو جرتا حكم كهدي لوجد يل علة وحكمة حكمة علة ماشي أي كبح الزوشو أصل حكم كون زلوها والحكم يدور مع علة وجودا وعدما والحكم إذا شرع لمعنى أو لعلة فزال المعنى أو العلة زال الحكم والسكوكا لكن حكم كزولية وحكم كهل علة قدسا هل علة كل سنوي حكم كان مرك الرملك الرعلين تب بيت كي يقول رعلية صدح وريك أهو الرئيسة إيو صعيقة أما جب توردك هل علة كل سنوي إنه هل علة كل سنوي حقوطوسة هيا نبي عليه الصلاة والسلام حسو عمر يستجعرانا حلق جعرانا وصو عمر يستينا إلهي إسلام بقوية قال لنا واجب قال لما تاقني فتح مكة بذي بقها رمل بونا سميي اطبع نوا سميي سعي نوا سميي قرن نوا سميي مكو سو حجي ثاني كتبنا مقال با تاغن مجزود عرب با قال جوغا لو كلا تاغي نبي وا سميي هذا وحنا اسمايننا لبا ارمود نبي كون راعنا عليه الصلاه والسلام ايو نعمه يا غلط رب نو غي ان كو خصوصنو حلي وحن سو مري بيت كان كو دوافي كرين ويعدوا وانو فديان سنو داوانايان نغو ماليسانيا او نفتو نو غيزاي ان ان ميلان كو غورنو تيما ان كو غورنو مرق 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 ان بلاارينو ان بفكينو وخي وا لاغا سو تاغاي عزه الله كيناي قالا واجبتي ان اد خصوصته واحد اهان جيرت يي نعمدي ابالك كاغا دميو غوش اد كو غيرارتي وخي كميتاي ومن الاعمال الصالحه ومن المحاسن سعيغا هذا ميشن يا دغخا اتوريس كتوريسان جمرات اصل كي جمعوها هاول نبي الله ابراهيم سميي ام اسماعيل سميي سيبا لدبا تاغن ياهي وكيو دي جي ابن عباس الشيطان ترجمون وسنه ابيكم برا تتبعون اذا اثارتي يا تاريخ ذي ان لا الاليو حصوصتي انبياء يا الهي غلدي سان لو حصوصتو نبي ان لو راعو حكم كاسا جيره أولي باقية هذي ماشي كبا حذي تيا هيد قال إن لو قصي معناها سماشي كجر أو ابن عباس هو سنديد دنين سنة نمت كديد دنيا هنا وحوي كتجي سودي كواجب ماي لكن ولا لا إيمان هو من السنة معناها سوجي هذا ولا أفهم إنه قبي أهم بوديد دنيا ونو كمدي هاي أو شرح بدن كمدي هين والله سبحانه وتعالى أعلم.